نعتقد في التنسيق الوطني لقطاع التعليم وفي الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي وكافة التعبيرات المناضلة داخل الساحة التعليمية في هذه المرحلة، يعتبرون على أن الاتفاق ديال 10 دشنبير جاء مخيبا للأمال وأنه لم يعني يجيب على كافة الانتظارات ديال الشغيلة التعليمية أساسا المطالب الجوهرية. فالمطلب الأساسي اللي كيطالبوا به نساء ورجال التعليم وخرجوا على إثره الساحة التعليمية هي السحب وإلغاء النظام الأساسي أو مرسوم رقم 223/819 الخاص بالنظام الأساسي ديال الموظف في قطاع التربية الوطنية. كاين المطلب الثاني هو المطلب ديال إسقاط يعني التوظيف الجهوي من القطاع ديال التعليم وإدماج الأساتذة والأطول المفروض عليهم في التعاقد. للأسف أنه ما تمش الإدراج هذا الملف، وكأنه يعني ما زعما ما عندوش أهمية، في حين نجد أنه عندنا الآن 140,000 مدرس ومدرسة وإطار الدعم، وكذلك الملف المقصي المقصية خارج السلم أي بأثر رجعي إداري ومالي. تمش يعني كاع التجاوب مع هذا المطلب رغم النضالات والاحتجاجات ورده بشكل قوي في الإعلام وفي الملف المطلبي ديال الشغيلة التعليمية والملف المطلبي ديال التنسيق الوطني. إذا وكذلك الملف ديال ملفات عديدة لم يتم يعني الاستجابة لها بالشكل الذي كان يعني مطلوبا. إذا كاين الملف ديال الزنزانة 10، الملف ديال الأطور التوجيه والتخطيط، الملف ديال المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، الملف ديال ضحايا النظامين، الملف ديال الدرجة الجديدة ديال أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المغيبة والتي يعني تم الالتفاف عليها من خلال تعويض تكميلي ديال 500 درهم، والحديث عن تعويضات ديال التصحيح. وبالتالي للأسف يعني الملفات أخرى، ملف ديال الأساتذة العرضيين وشتات التربية غير النظامية، الملف ديال أطر الدعم، ملف ديال الملحقين التربويين، ملف العديد من الملفات اللي ما تمش التجاوب عليها حتى في الجانب ديال الانعكاسات المالية. وبالتالي أنه حنا كنعتبروا بأن يعني هاد المكيسبات التي جاءت على مستوى هاد الاتفاق هي مكيسبات جاءت بفضل الاحتجاجات والنضالات ديال الشغيلة التعليمية والحراك التعليمي اللي عم، ولكن هي مكيسبات يعني لا ترقى إلى مستوى مكاسب حقيقية وإجابة حقيقية على المطالب التي يعني كان ينتظرها ولا زال ينتظرها نساء ورجال التعليم من الحكومة. وبالتالي أن التنسيق الوطني الآن يعني يعتبر من أن المعركة ديالو مازال مستمرة، بمعنى أن الإضراب سيستمر يعني 4 أيام كما هو وارد في البيان ديالو، إلى جانب التنسيقية الموحدة والتنسيقية ديال الثانوي التأهيلي، وأنه غادي يعقد واحد الندوة صحفية يوم الأربعاء لتسليط الضوء على يعني الموقف من المستجدات الحالية. وشكرا.